بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنشرح مع بعض النهاردة درس رقم 17 في مادة متعدد التخصصات للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول. تحدثنا عن كيف نكون أصحاء من خلال حفظ وتنظيف الطعام، وما هو الشيء الجديد الذي تعلمتموه بالأمس؟ تعلمنا أن نلاحظ تاريخ المدون على المعلبات والذي يسمى تاريخ الصلاحية، وتعلمنا أيضا طرق حفظ الطعام منها في الثلاجة ومنها تنظيف أيدينا وهكذا. وسوف نصمم طريقة للتأكد من أن الخضروات نظيفة وجاهزة للتناول، والخطوات التي نتبعها في تصميم شيء ما، أي حاجة عايزين نتبعها عشان نصمم شيء معين تسمى عملية التصميم الهندسي، تسمى عملية التصميم الهندسي، وهي عبارة عن مجموعة من الخطوات التي يستطيع الناس استخدامها للمساعدة على إيجاد حلول لمشكلة ما. يبقى هي عملية التصميم الهندسي عبارة عن خطوات يستطيع الناس ان هي تستخدم هذه الخطوات للمساعدة على إيجاد حلول لمشكلة ما. من يتذكر المهندس الذي قابلناه سابقا في هذا الفصل وما الذي صممه؟ أحسنت المهندس، نعم لقد تقابلنا مع السيد، من يتذكر؟ نيت كالفن، الذي صمم منقارا جديدا لأحد النسور. لقد استخدم السيد نيت كالفن عملية التصميم للمساعدة في إيجاد حل لمشكلة ما. المشكلة كانت عند النسر أنه لا يستطيع الطعام ولا يستطيع الشراب، لذلك لقد حاول المهندس أن يصمم له منقارا من البلاستيك لكي يستطيع تناول الطعام، وكانت هذه مشكلة بالنسبة للنسر. ما هي المشكلة التي كان يريد السيد نيت كالفن حلها؟ لقد كانت المشكلة هي حاجة النسر إلى منقار كي يستطيع الشرب وتناول الطعام. وبعد أن حدد السيد نيت كالفن المشكلة اتبع العديد من الخطوات لإيجاد حل. هذه هي الخطوات الخمسة التي يمكن للمهندس اتباعها للمساعدة في إيجاد حلول لمشاكل الحياة الواقعية. إيه الخطوات دي؟ أول حاجة إنه يكون عنده فكرة، وبعد الفكرة المواد المستخدمة، المواد التي يستخدمها، ثم بعد ذلك الخطة، يضع خطة لكي ينفذ الفكرة. التصميم، يحاول أن يصمم الشكل الذي سوف ينفذ به الخطة، ثم بعد ذلك التطوير. لقد استخدم السيد نيت كالفن أربع خطوات وهو يبحث عن حل للمشكلة اللي هي مشكلة النسر، فيا ترى ما هي الخطوة الخامسة؟ سوف نعرف بعد قليل. كتاب التلميذ صفحة 48 درس 7 عملية التصميم الهندسي، ضع خطا تحت كل خطوة في القصة باستخدام الألوان التالية. الفكرة نلونها باللون الأزرق، والمواد التي استخدمها المهندس نلونها باللون الأخضر، والخطة التي وضعها نلونها باللون الأصفر، والتصنيع باللون البرتقالي. رأى السيد نيت كالفن نسرا يتألم بسبب كسر منقاره الحاد ويحتاج الآن إلى المساعدة. أراد السيد نيت كالفن أن يصنع للنسر منقارا. دي الفكرة، جات له فكرة أنه يصنع منقارا جديدا لمين؟ للنسر الذي كان يتألم بسبب كسر منقاره. لذا تعاون مع مهندسين آخرين، قاموا أولا بوضع خطة لصنع المنقار. يبقى بعد كده عملوا إيه؟ وضعوا خطة لصنع منقار جديد من البلاستيك، والمواد المستخدمة هنا البلاستيك، وبالفعل صنعوا المنقار. صنعوا، هذه تدل على التصنيع، باستخدام صنعوا المنقار باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وقد ساعد أحد أطباء الأسنان في تركيب المنقار للنسر المسكين، والآن يستطيع النسر تناول الطعام مرة أخرى. ما هي الخطوة التي لم نسمع بها في هذه القصة؟ هي خطوة التطوير. سمعنا عن الفكرة والتصنيع والخطة والتنفيذ، ولكن لم نسمع عن التطوير. عندما نصنع شيئا نخضعه أولا للاختبار، لابد أن نختبره لكي نراه هل يعمل جيدا أم لا. نحن نرى ما إذا كان يعمل أم لا، ومن ثم نبدأ في تحسينه. إذا كان يحتاج إلى تحسين نحاول تحسينه، ففي أثناء إدخال تحسينات على هذا الشيء نبدأ العملية ونكررها. لهذا السبب تدخل هذه العملية ضمن دائرة التطوير. ما المشكلات التي ربما واجهت السيد كالفن أثناء محاولة تصميم المنقار؟ يا ترى ايه المشكلة اللي ممكن تكون قابلته؟ هل كان اول منقار يصممه دقيق الصنع؟ اول منقار صممه كان دقيقا وعمليا ام كان به عيوب؟ ماذا لو سقط المنقار او كان املس للغاية لا يستطيع ان يتناول الطعام به؟
والآن ظهرت مشكلة جديدة أمام السيد كلفن وعليه حلها، كما يمكنه العودة إلى خطوات عملية التصميم. سيكون بحاجة إلى البحث عن أفكار جديدة. لو واجهته مشكلة لابد أن يبحث عن أفكار جديدة لكي يحاول أن يتفادى العيوب التي ظهرت، واختبار مواد جديدة، ويختبر مواد جديدة غير التي صنع بها، ووضع خطة جديدة، ومن ثم إدخال التصميم في مرحلة تصنيع ثانية. تعد مرحلة التطوير مرحلة مهمة، إذ أن الأشياء لا تعمل بصورة جيدة دائما من المرة الأولى أو الثانية، فنحن نتعلم من أخطائنا. إذن من أجزاء عملية التعلم ارتكاب الأخطاء وإيه كمان وتطوير التصميم. يعني يعتبر من أجزاء عملية التعلم أن أنت ترتكب أخطاء ثم تحاول وتحاول حتى تنجح، وأيضا التطوير، هذه المحاولات تعد تطوير التصميم، وهذا التطوير من أجزاء عملية التعليم أيضا. يلاحظ التلاميذ الفائدة من الفشل. إذا فشل إنسان في محاولة ما يواصل العمل لتطوير تصميمهم والتعلم من أخطائهم، يحاول أن يتعلم من أخطائه، لأن التعلم من الأخطاء يعد تعلم. استخدم قطعة واحدة فقط من الورق واصنع أطول سلسلة ورقية. يمكنك قص الورق بأي طريقة تفضلها. كل تلميذين يأخذون قطعة واحدة متساوية في الحجم من الورق المقوى وشريط لاصق أو صمغ لكي يصنع سلسلة ورقية. خطوات عملية التصميم. عشان يصمم التلميذ هذه الفكرة لابد أن يسير على الخطوات الآتية: الفكرة والمواد المستخدمة والخطة والتصنيع والتطوير. أول شيء الفكرة، إنشاء أطول سلسلة ورقية. الفكرة أنه هو هينشئ أطول سلسلة ورقية. المواد المستخدمة ورقة واحدة وصمغ ومسطرة ومقص. أما الخطة تسطير الورقة وقصها إلى شرائط، والتصنيع لزق طرف شريط وإدخال شريط آخر ولزقه إلى آخر شريط. كتاب التلميذ صفحة 49. تحدي السلسلة الورقية. استخدم ورقة واحدة واصنع أطول سلسلة ورقية. يمكن قص الورقة بأي طريقة تفضلها. يصنع التلميذ سلسلة ورقية بهذا الشكل. أقارن أطوال السلاسل المختلفة، ثم بعد ذلك نقارن أطوال السلاسل الموجودة التي صنعها التلاميذ، وتكون المقارنة بهذا الشكل. كتاب التلميذ صفحة 50. خطط المطورة. اكتب او ارسم الافكار التي تعبر عن خطتك المطورة. الفكرة والمواد المستخدمة والخطة والتصنيع، وزاد هنا التطوير. التطوير خطط المطورة. اكتب او ارسم الافكار التي تعبر عن خطتك المطورة. خطوات عملية التصميم. الفكرة انشاء اطول سلسلة ورقية. المواد المستخدمة ورقة واحدة وصمغ ومسطرة ومقص. الخطة تسطير الورقة وقصها إلى شرائط. أما التصنيع لزق طرف شريط وإدخال شريط آخر ولزقه إلى آخر شريط. الدرس 8. تعلمنا في الدرس السابق كيف يستخدم المهندسون إحدى عمليات التصميم لحل المشكلات. سنستخدم اليوم عملية التصميم الهندسي لمساعدة نور وعائلتها على حل إحدى المشكلات. افتحوا كتابكم على الصفحة التي تحمل عنوان خضروات حديقتنا. كتاب التلميذ صفحة 51. لدينا حديقة خضروات صغيرة على سطح المبنى التي توجد فيه شقتنا. في يوم من الأيام ساعدت جدتي في جمع الخضروات من أجل تحضير العشاء. جمعنا السبانخ والباذنجان. تعبنا كثيرا عند جمعهما، وكان ساق الباذنجان مغطى بالشوك فكان من الصعب قطعه. أردنا أن ننظف الخضروات التي جمعناها، ولكن الحوض مليء بالأطباق يصعب تنظيف الخضروات فيه. لم ترغب جدتي في استخدام منشفة الأطباق، والآن يمكنني القول إن جمع طعام صحي لتحضير العشاء هو أمر صعب جدا. تحاول نور تناول خضروات صحية في العشاء، لكنها واجهت بعض المشكلات كما ذكرنا في القصة. تعرفوا المشكلات التي واجهت نور. اذكر المشكلات التي واجهت نور: صعوبة تجميع أوراق السبانخ، الأشواك الظاهرة على نبات الباذنجان، صعوبة فصل الباذنجان عن الساق،
تنظيف الخضروات في مكان صغير، عدم القدرة على استخدام منشفة للتنظيف. ومهمتنا اليوم هي مساعدة نور على حل واحدة من المشكلات التي واجهتها. تصميم أدواتنا: فرشاة لتنظيف الباذنجان، صينية أو فرشاة خاصة لتنظيف أوراق السبانخ، وعاء لتنظيف الخضروات في الخارج، طريقة لغسل أوراق السبانخ قبل اقتلاعها مثل أنواع رشاشات المياه، طريقة لاقتلاع أوراق السبانخ المتسخة دون تلوث اليد، أداة تقطيع لإزالة الباذنجان من الساق، حامل لتجنب أشواك ساق الباذنجان. خطة مجموعتي الأولى: أرسم الخطة الأولى لمجموعتك. يحاول يفكر التلميذ في هذه المحاور الأساسية: الفكرة والمواد المستخدمة والخطة والتصنيع والتطوير، لكي يصنع أداة يساعد بها نور. ونترك كل تلميذ يفكر في أداة ويحاول تنفيذها. ممكن يفكر في أداة لتقطيع الباذنجان أو رشاش لغسل السبانخ قبل اقتلاعها. وهذه صورة الباذنجان والسبانخ. بكذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من الدرس 7 والـ8، وانتظرونا إن شاء الله في الدرس 9 والـ10. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.